المركبة الفضائية مافن التي تعد أول مسبار يخصص لاستكشاف أسباب زوال جزء كبير من الغلاف الجوي لكوكب المريخ قبل ملايين السنين نجح ليلة الأحد إلى الاثنين في الالتحاق بمداره حول هذا الكوكب الذي يعتقد أن الحياة على سطحه ممكنة. هذا التأكيد ورد من وكالة الأبحاث الفضائية الأمريكية نازا التي أوضحت أن المركبة قامت برحلة دامت 10 أشهر. ستقول لنا مايفن كيف تطور الغلاف الجوي حول كوكب المريخ، وهذا ضروري للذهاب إلى أبعد في استكشاف المريخ. هذا الكوكب كان قبل مليارات السنين يشبه كوكب الأرض، لكن تغيرات طرأت على المناخ، لذا نحن نريد معرفة ما جرى. الفرحة والتصفيقات التي عمت مقر قيادة المركبة الفضائية مايفن في وكالة ناسا عند دخول المركبة مدارها حول المريخ. سوف تليها مرحلة عمل شاق لإعداد عمليات الملاحظة والدراسة لسطح هذا الكوكب الذي يعتقد أنه كان مغمورا بالمياه.